السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دايما لا اكل ولا امل من نصيحتين اتنين. النصيحة الاولى: انشر محتواك الحصري صوت وصورة، اللي بتملك حقوقه في الصوت والصورة، مش لازم تظهر بنفسك. دي النصيحة الاولى. ليه؟ عشان اتجنب الانذارات. اصل في محتوى بلا حقوق الناس كلها بتنشره وانا ممكن انشره. النصيحة التانية: تجنب نشر المحتوى المعاد استخدامه حتى لو بلا حقوق. ليه؟ لان اليوتيوب جه في يناير 2018 منع الكلام ده، قال مش هفعل الربح ومش هقبل القناة في المراجعة الا لما يكون محتوى حصري. طب ما انت هتقولي في قنوات يا عم بتنشر اغاني وبتنشر معرفش ايه وبيجي لهم ارباح واعلانات وزي الفل. ماشي، ممكن يكونوا واخدين ترخيص، ممكن يكونوا واخدين اذن بالكلام ده، واخدين ترخيص اي حاجة بقى. وممكن حاجة كمان، بعض القنوات لما بتتفعل بينشروا براحتهم، لكن يوما ما هيتراجعوا تاني. انا حذفت اكتر من 1100 فيديو عشان يقبلوا قناتي في المراجعة، لان قناتي كان قناة قديمة مفعل لها الربح اصلا، فكان عندي كمية فيديوهات كنت عمال انشر بقى براحتي بقى، وبعدين اضطريت احذف الفيديوهات دي. فانا انصحك لو انت عندك فيديوهات قيمة صعبان عليك انك تحذفها، اعمل لك قنوات فرعية واعيد نشرها عليها، احذفها من قناتك الاصلية وحطها في القنوات الفرعية، زي ما انا عملت كده مثلا على سبيل المثال لشام صلاح الدينية. في حاجات لوجه الله بنشرها زي القرآن الكريم يصعب عليا ان احذفه، فلما حذفته عدت نشره في القناة الدينية. اهو القرآن الكريم نازل كامل صور ونازل كمان اجزاء. في ناس تسألني ازود المشاهدات ازاي. عارفين انتوا لما كنا قبل 2018 بننشر اي حاجة، اما حاجة ما كناش ناخد انذار، كانت بتيجي مشاهدات عالية جدا. ليه؟ لانك بتنشر حاجات ممكن تكون مثيرة للجدل، ايه دي اللي عليها المشاهدات. زي مثلا الفيديو بتاع الدكتور احمد عمارة دوت اللي هو بيتكلم فيه عن صيام الحائض، الفيديو ده كنت نشره على قناتي الاساسية كان جاب مشاهدات مئات الالاف، وحذفته طبعا ونقلته على الدينية، برضو عامل شغل يعني، جاب لغاية دلوقتي 13531 مشاهدة، وحاز على لايك 281 وديسلايك 110. يعني في ناس اقتنعت بكلامه في ان ينفع الحائض تصوم في رمضان، وفي ناس ما اقتنعتش بكلامه. ده فيديو مثير للجدل يولد مشاهدات عالية، بس خسارة انك تنشره على قناتك اللي هي الربحية، لانك هتصطدم بحاجة اسمها المحتوى المعاد للاستخدام، مش هيقبله قناتك في المراجعة، فهتضطر تحذف الحاجات دي. الحاجات دي اللي بتعمل مشاهدات. الابداع الحقيقي بتاعي ان انا كنت انشر مثلا الاهداف، الكورة، اعلق الاهلي بيكسب بالحكام، جون الاهلي وفصايد، الزمالك بتظلم الحكام، وكنا بنجيب اللقطات وكنا بنجيب الاهداف. الحاجات دي المثيرة للجدل هي اللي بتعمل مشاهدات عالية، اتحرمنا منها بقى. موضوعنا الاساس النهاردة ان شاء الله حكاية ملاحظة في بعض القنوات. دي مثلا قناتي هي الدينية، انا عاوز اشترك فيها بقناتي التانية اللي هي اسمها هشام صلاح. ماشي، اعمل ايه؟ ادوس على الاشتراك ايه؟ ماشي، يظهر لي الجرس بالطريقة دي مش متفعل. خلاص، يبقى ما اجي بشترك في بعض القنوات الاقي الجرس زي ما انا شايفه اهو ماشي مش متفعل. معنى كده الاشعارات بتاعت القناة لما تنشر فيديو مش هتوصلني، الاشعارات متعطلة. طب ايه السبب؟ دي بلاحظها في بعض القنوات. هضطر بقى اروح لقناة التانية. خلاص، دي صفحة يوتيوب عادية جدا، هدوس على صورة القناة، مفيش اسهل من كده، وبعدين ادوس على استوديو يوتيوب. هنا ظهر لي المنظر ده، هدوس على الاعدادات اللي هي جنبها الترس دي، هدوس عليها كليك شمال مرتين، ظهر لي المنظر ده الاعدادات العامة. انا هختار القناة ادوس عليها. ماشي، في معلومات اساسية الاعدادات المتقدمة، هختار الاعدادات المتقدمة. هلاقي ان خيار نعم اللي هو الاختيار ده، نعم اريد تصنيف هذه القناة على انها مخصصة للاطفال، فانا احمل دائما محتوى مخصص لهم. يبقى اللي هم عاملين الاعدادات غلط، يعني مثلا قناة تبقى بتتكلم عن الطبخ والطبيخ والاكل والحاجات اللي زي كده والاشعارات مش متفعلة بتاعت الجرس، ده دليل على انها مختارة ان قناتها تبقى مخصصة للاطفال. خلاص، طب اخد الخيار ايه المناسب؟ لا اريد تصنيف هذه القناة لانها غير مخصصة للاطفال، ولا اخد اريد مراجعة هذا الاعداد لكل فيديو على حدة؟ لا، هختار غير مخصصة للاطفال. خلاص، ومنساش اعمل حفظ كل قناة وفيها المشكلة دي يعمل الحكاية دي. طب ولو سابها للاطفال فيها ضرر؟
طبعا الاشعارات ما بتوصلش. في مميزات اخرى كمان، الارباح بتبقى قليله، لان في امريكا عاملين قانون جديد على حكايه الاطفال عندهم الطفل لغايه 13 سنه. فلازم اللي بينشر محتوى مشارك فيه اطفال او فيه اطفال او حاجات زي كده يختار الفيديو انه مخصص للاطفال. هعمل ريفرش او اعادة لتحديث الصفحة، مع ان غيرت الاعدادات لكن ظهر لي الجرس بهذا الشكل اللي هو هذا الاجراء متوقف ولا يمكن تنفيذه على المحتوى المخصص للاطفال، يعني مش هيوصل الاشعار للقنوات لما القناة دي تنزل الفيديوهات. ماشي، وده من اخطاء اليوتيوب لان انا غيرت الاعدادات. فالحل ان انا الغي الاشتراك، ماشي، وارجع اشترك تاني، وبكده فعلت الجرس. ان انا بعتبره خطا في نظام اليوتيوب، لان المفروض لما اغير الاعدادات خلاص بقى كل يوصل له الاشعارات بتاعت القناه وكده. يبقى ايه الحل؟ لازم صاحب القناه يغير الاعدادات ويختار الاعداد الجديد. الناس القدام المشتركين عنده يلغوا الاشتراك ويرجعوا يشتركوا مرة تانية. اتمنى يكون الموضوع سهل وواضح، وتحت امركم في اي سؤال تسألوه، والسلام عليكم ورحمة الله. طريقة الشرح على الهاتف او التليفون هي زي الكمبيوتر. لما نحول الهاتف يبقى زي الكمبيوتر، طب ازاي هنحوله يبقى زي الكمبيوتر؟ هندوس على متصفح جوجل اهو قصادنا ودوسنا عليه، هيفتح المنظر ده. ادوس على الثلاث نقط واختار خيار العرض باصدار سطح المكتب، اعلم عليه. بعد كده اكتب في العنوان يوتيوب، وده اسهل ما اكتب تسجيل الدخول باليوتيوب، اكتب يوتيوب على طول اسهل. هيظهر لي المنظر ده، هختار اول حاجة ظهرت يوتيوب قصادي اهو، هدوس عليها واختار فتح جوجل مرة واحدة. اليوتيوب فتح معايا بالمتصفح جوجل مش بتطبيق اليوتيوب، عشان يبقى عامل زي الكمبيوتر اصدار سطح المكتب. خلاص صفحة عادية جدا اهي. هدوس بقى على صورة القناة، هي زيها زي الكمبيوتر بالظبط، ظهر للمنظر ده.